ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي في الرباط مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس استفسر الملك محمد السادس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل. وحسب الوزير فإنه على الرغم من أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف فإنه من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي حيث بلغ 34 مليون قنطار. يعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها. كما أكد وزير الفلاحة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستشرع الحكومة في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم ويشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين. هذا بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر ديسمبر من عام 2023. وإثر ذلك وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات، صادق الملك محمد السادس على مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة. وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية مع تخويل دبلوم ممون أو ممون عسكري للضباط والمصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية. ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلكي الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية على غرار الحاصلين على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الرياضية. ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصيص تخصصي مراقبة الملاحة الجوية وإلكترونيك سلامة الحركة الجوية من التكوين العسكري نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين سيستفيدون من هذا النوع من التكوين ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم. وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية 2 منها ثنائية و6 متعددة الأطراف تهم الفضاء العربي والإسلامي والفضاء الإفريقي والمستوى متعدد الأطراف.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين العاهل المغربي طارق العروسي رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ. وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين الملك محمد السادس حسني الغزاوي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران. وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك محمد السادس محمد فكرات رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي. وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين العاهل المغربي كلا من محمد بن يحيى في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وسعيد مولين في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعية. وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيري النقل واللوجستيك، عين غسان المشرفي في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين الملك محمد السادس فؤاد عارف مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.